السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنبدأ إن شاء الله الـ free event بتاعنا Sea Structure Engineers Sea Structure in Mega Projects. عايز بس أتأكد الأول قبل ما نبدأ، هل في حد مش شايف السكرين أو الصوت عنده مش واضح؟ لو عايزين تسألوا على حاجة أو صوت مش واضح أو الصوت مثلا في مشكلة أو حاجة، تقدروا تكتبوا هنا أو تتكلموا عادي، تفتحوا المايك تتكلموا. صوت وصورة، تمام، أوكي. طيب، أنا عمرو حسن، ستيل ستراكشر انجينير. أنا شغال في مجال الستيل في ميك اب بروجكت. والتوبيك بتاعنا النهاردة اللي هنتكلم عليه هو الدور بتاع الستيل ستراكشرز في الميك اب بروجكت. في العادي الفكرة العامة بتاعت الناس عن المباني الستيل بتتلخص في اللي هو المبنى اللي شكله شكل الهرم ده، اللي هو الجمالونات مثلا او الفريمات او المصانع. لكن الواقع ان هو مش كده بس، هو يعني الشغل بتاع الستيل هو حاجه كبيره قوي، وبالذات في المشاريع الكبيره اي ميجا بروجكتس بيبقى ليه دور مهم جدا، وان ما كانش يعني يكون هو الاساس وبعد كده الحاجات الباقيه بتيجي بعد كده. سواء كنا بنتكلم عن تمبري وورك او حاجه بيرمننت. تعالوا نبص الأول، يعني ده الشكل الطبيعي بتاع المبنى الستيلي اللي في دماغ أي حد، اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة مثلا من الفريمز بتتكرر كل سبيسينج، وفي عليها بيرلينز والكلام ده. ده هو الحاجات اللي حتى بتدرس في كل الكليات، ودي الشكل الطبيعي اللي لما بتقول لحد إن أنا مثلا بشتغل في الستيل فهو بيتخيل إن هو أنت بتشتغل في كده، صح؟ لكن الواقع ان هو موضوع اكبر من كده بكتير. يعني كم حد فينا شغال، كم حد من الناس اللي بتشارك النهارده في الويبينار اشتغل في المجال بتاع الستيل؟ احنا السيشن بتاعتنا انتر اكتيف، يعني انتوا تقدروا تكتبوا على طول هنا، او لو عايزين تسالوا مثلا تقدروا تفتحوا تسالوا. ايوه، باشمهندس محمد، باشمهندس محمد محمود برضه اشتغل في الستيل. بقى الناس اللي اشتغلت في الستيل، اشتغلتوا ايه في الستيل؟ هل مثلا معظم شغلكم كان فريمز وتراسس وكده؟ للناس اللي ما تعرفش الترمينولوجيز، الفريمز اللي هي المبنى الطبيعي اللي انتوا شايفينه قصادكم ده، ايوه، صناعي وبني، صح كده. الناس اللي ما عندهاش فكره كبيره عن الشغل بتاع الستيل، في حاجه بتبقى بالمنظر ده، دي اللي اسمها فريمز، عادي، فريمات عاديه. وفي الجمالونات او التراسس، بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى زي التروسس اللي انت مثلا ممكن تكون درستها في الكلية في الاستراكشر، بس بتبقى كلها العناصر بتاعتها ستيل. ده الفرق ما بين الاثنين يعني، وفي العادة بتستخدم في المباني الاندستريال. انا شايف ان هو في ناس كمان يسألوا اوردينري وورك، حاجات عادية او مباني. تنفيذ ولا في تنفيذ ولا تصميم ولا ميثود ولا سايت، يعني ايه بالظبط في الشغل بتاع الستيل؟ احنا كنا حتى عملنا قبل كده سايت، احسن ناس. كنا قبل كده عملنا اريكشن، طبعا شغل صعب جدا على فكره، ومحتاج دايما الناس تبقى مصحصحه كده ومركزين وعارفين كل حاجه جايه منين ورايحه فين، من التصميم لغايه التمام. ما شاء الله، ده خبره جامده جدا. ومتابعه الموقع كمان، ده خبره عظيمه جدا يعني. الناس مثلا اللي اشتغلت، كنا عملنا حتى قبل كده سيشن اتكلمنا فيه عن موضوع الرول بتاع الستيل ستراكشر انجينير، يعني سواء كان ديزاينر او ديتيلر او ميثود انجينير
او سايت، كنا اتكلمنا عن كل حد فيهم لوحده وعن هو بيعمل ايه او كل واحد الدور بتاعه ايه. انا شايف ناس حتى يعني باشمهندس محمد ابو كامل من اول التصميم، يعني اول التصميم لغفيس، فده كده الخبره كلها بتاعت الفيلد تقريبا، يعني مفيش حاجه تانية تكون ناقصاه. بقى التوبيك شايف انتوا عندكم تنوع، ناس تشتغل السايت وناس تانية تشتغل ديزاين وهكذا. الشغل بتاع الستيل بقى هو مش مجرد ان انت مثلا بتشتغل في الفريمز او البروسس او الحاجات دي بس، لا، في انواع تانية كتير. المشاريع دي تعتبر الحاجات العاديه اللي انت المفروض كمهندس ستيل او كحد انترستد في المجال ده ان انت تبقى عارفها، خلاص، الطبيعي اللي هو الشكل اللي دايما الناس بتشوفها مثلا في المباني الصناعيه، مثلا الشكل الطبيعي للمبنى ده اللي معظم كل الاكزامبلز وكل الحاجات اللي الناس بتتعلم عليها بتبقى بالشكل ده، خلاص، ده طبيعي انت لازم تعرفه في الاول. بس بعد كده انت في المجال بتاع الستيل في الشغل في بقى اوردينري بيلدينجز، في مباني عاديه، خلاص، وفي استخدامات للستيل جوه الميك اب بروجكتس، مش شرط انها تكون مبنى، خلاص، بس انت ممكن تستخدمه عشان تكون البيلدينج بتاعك او عشان تعمل تمبرري وورك عشان تحل مشاكل في البيلدينج بتاعك، او انت تستخدمه في المينتيننس او تستخدمه مثلا في الريبير وات ايفر، خلاص. فده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. طيب تعالوا كده نشوف ايه الحاجات التانية اللي انت ممكن تكون استخدمتها. لو انا بقول المباني الاندستريال او مباني مثلا كان الستبس بتاعتها ايه في الشغل، كان في جزء زي ما احنا شايفين كده ده في الورشه وهو لسه الحاجه بيتعمل لها ويلدنج مثلا وخلاص بتجهز عشان بعد كده هتروح السايت، فده كنا اتكلمنا عنه قبل كده برضه، كنا قلنا ايه هو السيكونس اللي بيحصل، والناس في ناس مثلا بتبقى في الورشه ومفروض انها بتتابع الكلام ده، وان مثلا الناس اللي كانت عملت قبل كده ديزاين وبعد كده عمل تعاملوا وفهموا وفاهمين كل التفاصيل دي. خلاص قطعه مثلا زي اللي احنا شايفينها قصاد اسامبلي زي دي مش موجوده في مبنى اندستريا، لا، موضوع كبير، دي في مبنى دي شكلها في حاجه ثانيه اكبر، صح؟ فاللي قصده ايه، هي مش مجرد ان يعني انت بتستخدمه عشان تعمل مبنى مصنع ولا حاجه زي كده، لا، في كمان استخدامات ثانيه. تعال نبص، عندنا المباني الاندستريال العاديه اللي كنا بنتكلم عليها دي، في منها بيبقى مباني معقده شويه زي اللي احنا شايفينها قصادنا دي، زي ايه مثلا؟ عندك مثلا الباودر فاكتوريز، مصانع الاسمنت، خلاص، المصانع دي يا جماعه ما تبقاش صغيره خالص، ممكن تلاقي المصنع الواحد مثلا بيكون من 23 بيلدينج من ده، صح؟ مباني المصانع الكبيره بتاعت الاسمنت والمصانع بتاعت الصلب والحاجات زي كده، المصانع دي ما بتكونش لما بتتعمل ستيل، وفي العادي ان هي بتتعمل ستيل يعني ما بتبقاش حاجه بسيطه، خلاص، وبتبقى مباني تول بيلدينجز، مباني كبيره طويله، مش زي المباني الاندستريال البسيطه اللي مثلا بارتفاعها 10 12 متر، لا، بتبقى مباني طويله جدا بتعدي الحاجه و40 وحاجه و50 متر، خلاص، وفي كمان حاجات بتبقى اكبر من كده، مجموعه من التاورز زي ما احنا شايفين فيها تاورز، خلاص، بلانتس زي ما البشمهندس بيقول، عندك بلانتس والباور بلانتس برضو ما بتبقاش مباني بسيطه، خلاص. فهنا ده النوع بقى الادفانسد شويه من ان انت تعمل مبنى اندستريال او تعمل باور بلانت او تعمل ايه حاجه من المباني اللي هي فيها تاورز او حاجه زي كده، ما بتبقاش ايه بسيطه زي المبنى اللي احنا جبناه في الاول، لا، دي هنا بقى محتاجه بقى ايه شغل بروفيشنال، خلاص، محتاج ان انت تبقى فاهم كويس قوي وانت بتحط سيستم، تبقى عارف انت بتحط سيستم لايه وهيشتغل ازاي، ولازم المودلز بتاعتها تتعمل على برامج متخصصه، ولازم تتعمل بشكل لايك، يعني زي مثلا لو انت عندك مبنى زي كده ما ينفعش ده يتحل 2D، ما تقنعنيش انك هتحل مبنى زي ده 2D، لا، لازم هتعمله 3D، لان في حاجات كتير قوي بتاخد افكتس بتاعت ايه الاذر، يعني مثلا انت عندك حاجه هنا ترانسفيرس مثلا، وهنا لونجيتيودنال دايركشن، خلاص، الحاجات في اللونجيتيودنال دايركشن في معظم الاوقات هنا في منها كتير ما بيبقاش هنجد، خلاص، زي ما احنا عارفين ان عندنا دايما في السيستمز يا جماعه حاجات بتبقى فيكسد وحاجات ثانيه بتكون هنجد مثلا، فسيستم زي كده لا، ده لازم يتعمل بقى بدقه ويتعمل على سوفت وير كويس، ولو مثلا انت هتركبه مثلا لو انت في التنفيذ وهتركبه، لا، لازم تعمل له ايه؟ ميثود ستيتمنت كويسه، صح؟ ولازم يكون مدروس كويس قوي، تعمل له ميثود دوكيمنت، خلاص، بيتعمل له ايه يا جماعه؟ تيجي تعمل حسابات لكل اي حاجه ديورنج كونستراكشن، لازم يتعمل لها حسابات واماكن حتى الكرينز، يعني مثلا شايفين اهو احنا عندنا ايه؟ شايفين في الصوره مثلا بتاع ثلاثة كرينز بس، صح؟ اثنين موبايل كرين هم واقفين، صح كده؟ وفي عندك ايه؟ تاور كرين. الشغل ده اما انا اقول انا هحط هنا 1 تاور كرين واحط ورا مثلا 2 موبايل كرينز، لازم اكون فعلا محتاج الكلام ده. يعني تخيل بالك دي ريسورسز، ريسورسز دي بفلوس، صح؟
ليفت، ايوه ليفتنج بلانز صح كده، الباشمهندس بيقول ده مظبوط. انا عندي ما ينفعش اطلع مبنى بالحجم ده من غير ما يبقى عامل ليفتنج بلان محترمه يعني، وتكون ابروفد خلاص ومتعرفه ومعروفه ما بين الاطراف اللي شغاله في البروجكت، وتكون متوافق عليها من الكونسلتنت بتاعك ويلتزم بيها في السايت خلاص. يعني مش مجرد ان انا عملت ليفتنج بلان دوكيمنت كده وهرميها عندي في الدرج، لا لازم يكون فعلا هستخدمها. عشان كده انا بقول السايت انجينير اللي واقف في بروجكت زي ده ما ينفعش يبقى حد مش فاهم ستيل كويس، خلاص لازم يكون حد فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. ليه؟ عشان غلطه هنا فوره، خلاص هيجي مثلا لو في اسمبلي مثلا ما ركبتش في المكان الصح، او اسمبلي مثلا كان فيها لما بيروح يا جماعه المبنى ده، اللي برضو لو حد ما عندوش فكره إيه انا بقول ايه اللفظ اللي انا بقوله ده، اسمبلي ده حاجه زي كده، شفتوا المنظر ده؟ ده اسمه اسمبلي خلاص، اهو بيبقى متعلق وكده، وهيجي برضو يركب في السايت خلاص. فلما يجي يركب في السايت هناك لازم يكون السايت انجينير ده عارف رقم الاسمبلي دي فين، عارف هيركبها ازاي خلاص، الراجل فاهم كويس قوي الحاجه دي هتتربط ازاي، وانه نوع انه تورك هيستخدمه في التربيط، ويبقى عنده سكيلد ليبر. يعني خلي بالك برضو دي نقطه مهمه قوي، العامل اللي شغال في المجال بتاع الستيل المفروض ده يبقى عامل بيفهم شويه. يعني انت مثلا بتقول ايه، هو كل هو في عمال مثلا في عمال ما بتبقاش عارف هي تعمل ايه، في ان سكيل ليبر ده ممكن يكون شغال بيعمل حاجه مثلا هاوس كيبنج مش عارف ايه، بس في عمال تانيه لا، انا محتاج العامل بتاعي ده يكون فاهم شويه هو بيعمل ايه، او يكون معايا فورمان شطار. ليه؟ لان البيلدنج ده يا جماعه لو انت ما غطيتش كل الجوانب صح وانت بتنفذه صدقني هتحصل مشاكل كبيره جدا يعني، وعن تجارب حصلت قبل كده. لا الحاجات اللي زي كده ما ينفعش فيها انها تمشي بلدي، لا لازم يبقى فيها ايه، زي ما الباشمهندس مثلا كتب ليفتنج بلان، لازم يكون في ليفتنج، لازم يكون بالظبط كده، لازم يكون في سيكونس محترم. بيتعمل له ايه بقى يا جماعه؟ بيتعمل ميثود دوكيمنت كالكوليشنز لكل الليفتنج، ازاي هترفع الاوزان عندي مثلا كرين جردر مثلا، انا عارف وزن الكرين جردر كذا، هتتركب في الوقت الفلاني، الفريمات هتركب ازاي مثلا، عندي مجموعه من الفريمات، لا ده انا هركب مثلا ايه الفريمين مثلا الاولانيين واركب البريسنج ما بينهم، والفريمين الاخرانيين والبريسنج ما بينهم، وبعدين مثلا احط الفريمات اللي في النص، وبعدين اربط بستراتس، وبعدين صح كده؟ ده سيكونس. السيكونس ده انت لو ركبته مش مظبوط، ولو انت اصلا عامل الاناليسيس مودلز بتاعتك مش مظبوطه على السيكونس بتاع التركيب ده، لا هيحصل مشاكل كبيره قوي. خلاص؟ ودي احنا اصلا كده كده ان شاء الله احنا بنتكلم فيها حتى في فري سيشن ثانيه كمان، نتكلم عن موضوع الميثود وفي الستيتمنت ده بطريقه يعني ديتيلد شويه، لان هو من الحاجات اللي مش بتاخد حقها قوي مثلا في البلاد العربيه، او في الشغل اللي بيحصل مثلا في مصر او غيره مش بتبقى واخده حقها قوي، غير في الميجا بروجكتس بس، في المشاريع المتوسطه الحجم او الصغيره ما بيبقاش فيه الكلام ده اصلا، الناس بتركب اي حاجه وخلاص. تمام؟ طب تعالوا بقى نشوف عندنا ايه تاني سيستمز يا جماعه، حاجه زي السبيس ترول، بعمل مثلا تقطيع محطه قطر مثلا كبيره، ولا حاجه مكتبه ضخمه، ولا حاجه زي كده، دي مش هينفع تعمل فيها السيستم بتاع فريمات مثلا، لا الموضوع بقى كبير ما ينفعش فيه فريمز. عندك حاجه اركتكتشر صعبه ما ينفعش فيها الفريمز في المرحله دي، خلاص لازم تخش بقى في مرحله ايه، تراسس، مش اي تراسس لا كمان ايه، سبيس تراسس. احيانا بتبقى حاجه زي المنظر اللي قصادنا ده مثلا ايه، ارشد سبيس تراسس، دي بقى بتتحل طبعا 3 دي، ما ينفعش غير انها تتحل 3 دي. كل افكت لاي حاجه اوت اوف بلين متاخده انتو كونسيدريشن في الديزاين، متاخده انتو كونسيدريشن في الكونكشن ديزاين بعد كده. السيكونس بتاعها بيبقى معقد حبتين مش بسيط. حتى الليفتنج لازم يدرس بطريقه كويسه استراكشر، يعني لازم تعمل موديلز ديورنج كونستراكشن، يعني بيسموها ديورنج كونستراكشن اناليسيس، يعني وانت بتركب اعمل كل مرحله من مراحل التركيب استراكشر لوحدها وحلها وشوف ايه اللي هيحصل. فدي حاجه برضو مهمه قوي لو انا بعمل حاجه زي السبيس تراسس. ايه تاني انواع من البيلدنجز متعرف عليها وموجوده كتير بنشوفها، حاجه زي الاستاديومز او التغطيات اللي بتبقى جوه الملاعب خلاص، الحاجات دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها ممكن تبقى شكلها بسيط واحيانا بتبقى معقده جدا عن كده، يعني مصدر قصادنا ده يعتبر بسيط جدا بالنسبه لها، في حاجات لا بتبقى معقده قوي، الصالات المغطاه الكبيره مثلا، او حاجات زي مثلا اللي بتبقى جوه الانديه، دي مش بتبقى بسيطه خلاص.
في زي كده بتبقى عباره عن فريمز وعليها سيستم زي البرلينز كده، وهي بتتكرر كل سبيسنج، عملنا بريسنج سيستم، عملنا فريمينج، برضو بيتعمل لها سيكونس اثناء التركيب، ما بتبقاش حاجه معقده قوي. في منها انواع تانية لا محتاجه بقى شغل كبير ومحتاجه تركيز قوي وبتتعمل، دي من المشاريع انا بشوف بسميها ميجا بروجكتس. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا انت بتعمل حاجه زي كده مش واحده، بتعمل مثلا ستة سبعة ايه حوالين الملعب اللي انت بتعمله، ما بيبقاش واحد لوحده، مجموعه خلاص. وفي منهم بقى بيبقى كبير قوي، انت مثلا عندك تغطيه كبيره مثلا 200 متر مثلا ولا حاجه هتغطيها، 200 متر دي محتاجه بقى سيستم كويس، ممكن تعمل سبيس تراس، ممكن تعمل فريمز بس ضخمه، ممكن تعمل ايه سيستم مثلا ان انت بتحط تراسس عاديه، بس مش اي تراسس، تراسس مثلا تكون سب ديفايدد. عارفين انتوا الفرق يا جماعه ما بين السب ديفايدد والان مثلا والكي وهكذا؟ السب ديفايدد مثلا بيبقى انت عندك تراس مثلا حاجه زي كده، والبانل الواحده فيه بتبقى ايه، انت مثلا عندك ده الميل بتاعها، البانل بتبقى حاجه كده خلاص، دي البانل الواحده بتقعد تتكرر بقى كتير خلاص، ده مثلا بيسموه سب ديفايدد تراس اهو. فانت عندك مثلا السب ديفايدد تراسس اهو، و دي ده مثلا الشكل البسيط للسب ديفايدد تراس خلاص. هل نفترض بقى، نفترض ان احنا عندنا السيستم بتاعنا كبير قوي معقد شويه عن كده، عندي مثلا ادي عمود والعمود الثاني مثلا على بعد ايه 100 متر مثلا، بس يعني في بروجكت قبل كده كنا بنعمله كان في حاجه زي كده، عندك مثلا دول الفرق ما بين الاثنين دول حوالي ايه مثلا 100 متر خلاص. نفترض ان التراسس العاديه ما اسعفتنيش، و السب ديفايدد العادي برضه ما اسعفنيش، عايز بقى حاجه ايه اقوى من كده شويه، بعمل ايه؟ ممكن اعمله ارشد وسب ديفايدد. يعني ازاي بقى؟ في الاخر هو ارش ار خلاص، هو ارش مثلا كده والارش مثلا كده، ويكون بارل كورد، وفي نفس الوقت ايه يكون سب ديفايدد خلاص، يبقى هو ايه بارل كورد ارشد سب ديفايدد تراسس خلاص، ده سيستم وهكذا بقى. طب والناحيه الثانيه، ما ممكن يكون بقى برضه العمدان اللي في الناحيه الثانيه بعيده صح كده، لونجيتيودنال، ممكن هو هنعملهم بكلر تاني مختلف، هم كمان برضو ايه ممكن يبقوا سب ديفايدد خلاص. ساعتها بقى السيكونس بتاع التركيب بقى صعب، ما بقاش سهل، محتاج تركيز قوي بيتعمل، مش سبيس تراس، ده ما بقاش سبيس تراس، ده ايه سب ديفايدد ارش تراسس، وهما الاثنين ايه بانل ده على بعض، الاثنين زي البانل سيستم. عارفين في الخرسانه لما ممكن كنا نعمل بانل سيستم، ممكن هنا اعمل بانل سيستم، الاثنين يبقوا ريستد على بعض او الاثنين شغالين مع بعض. بتيجي بقى تبص تلاقي مثلا النقطه دي، النقطه اللي في النص دي يا جماعه، تفتكروا ايه المشاكل اللي فيها لما يكونوا التراسز دي تراسز بانل نازله على بعضها؟ تفتكروا ايه المشاكل اللي هنا؟ الوصلات تمام، وهتدرس في مشكله بقى اكبر شويه، الديفليكشن. بس الديفليكشن اللي هنا يا جماعه مش بيبقى حاجه بسيطه خلاص، بيبقى محتاج بقى ان هو ترخيم صح كده، بيبقى محتاج يدرس كويس قوي، محتاج تدور على حل ايه بقى، مش ان انت تكبر قطاعات ولا تكبر، ما بقى لا، ما الموضوع بقى صعب شويه، مش محتاج كده، محتاج بقى حاجه ان انت تفكر حل ستراكشرالي يكون قوي. يعني انا محتاج اعمل سيستم في الاتجاه الثاني يكون كويس يساعد معايا. ايه تاني ممكن ايه اللي يتعمل سيستمز؟ احيانا بيتعمل ان انت تطلع بحاجه زي البايلون بتاعت الكباري وتعمل تايز، تعمل تايز تشد من فوق وايرز، احيانا بيتعمل حاجه زي كده خلاص. ده لو الموضوع كبير قوي، لو انت مثلا عندك حاجه فيها ديفليكشن، حاجه زي الاستاديومز دي بيتعمل فيها كده، وده بيحصل كتير جدا، وبصوا على الاستاديومز المشهوره وهتلاقوا فيها كده، الاستادات المشهوره كلها في اماكن مختلفه في العالم، سواء كان هنا في مصر او في اماكن تانية في السعوديه في غيرها، بصوا على الاستادات المشهوره وهتلاقوا فيها السيستمز دي بتتعمل. انا عندي اماكن انا عارف انها لو ما ربطتهاش بحاجه تايز من فوق، في الحاله دي بيحصل ديفليكشن كبير جدا خلاص، فاعمل ايه؟ ده سيستم من ضمن السيستمز اللي بتتعمل. فهنا انا مش بتكلم بقى على السيستم، بتكلم على استخدام الماتيريال دي مستخدمه على، مش ينفع تعملها خرسانه خلاص، الحاله بتاع الخرسانه خلاص انتهى، مش هو اللي هيحل المشكله دي. فانا في الحاله دي لا، انا لازم اعملها ستيل ولازم ادرسها كويس قوي وهي بتتعمل. فده من ضمن الحاجات اللي ايه اللي لازم تدرس وهي بتتعمل، ولازم هنا تعملها ستيل، مش ينفع تعملها حاجه ثانيه. عندنا ايه تاني يا جماعه؟ عندنا المباني اللي انا بقول عليها مباني معقده شويه
بقول عليها معقده بناء على ايه؟ هل عشان الاستراكشر سيستم معقد؟ اه ممكن ده حاجه، ان الاستراكشر سيستم معقد حاجه زي اللي عندنا تحت دي. وايه تاني؟ الاركتكتشر نفسه مش بسيط، يعني الاركتكتشر بتاعها مش شكله بسيط. يعني الراجل ما جاش عمل ايه؟ ما قالكش مثلا انت تعمل مبنى مثلا ريكتانجلر وطالع مثلا منه حته كده مثلا، وما كانش ده الكونسيبشوال بتاعه مثلا، وجزء مثلا كده وعندك مثلا كيرف هنا مثلا من هنا هنا، ما كانش ده المعماري. لا بص المعماري شكله عامل ازاي، معماري معقد خلاص. في الحاله دي لما يكون المعماري بتاعك معقد، الحل مش خرسانه، يعني اوعدك لو قعدت تدور ساعتها الحل مش هيكون خرسانه. اما لو عملته هيبقى حاجه ايه، مجموعه من السيستمز مع بعضها، ما تقدرش تعمل حل خرسانه بسيط. يعني مش هينفع مثلا حاجه زي كده تقول انا هعمل، والله لا ده انا هعمل مثلا وافل سلابس، او مثلا هعمل فلات سلاب. فلات سلاب ايه؟ طب انت تشيل الكلام ده ازاي؟ يعني تشيل السلابس بتاعتك ازاي؟ سيستم زي كده لا ملوش طريقه غير ان هو يتعمل مثلا ايه، مجموعه من البوكسس الستيل مثلا وداخله مع بعضها وليها كونكشنز وقصه كبيره، صح؟ ده دي طريقه. ايه تاني؟ بيلدينجز زي ايه تاني؟ حاجه زي المنظر ده، ده بيلدينج مشهور جدا. مبنى زي كده انت طالع من الناحيتين ببريدج، والبريدج ده نازل، الاثنين دول نازلين على بعض، ومفيش بقى كولومز ولا اي حاجه مثلا. المكان ده مفيش فيه عمدان، فانت طالع دي كانت سبان كبيره جدا، ودي برضو كبيره جدا، والاثنين ريستد على ولا حاجه في الاخر. طب نبص كده الراجل ده عامل ايه، حد واخد باله هو عامل ايه عشان يشغل السيستم بتاعه ده؟ حد واخد باله كده السيستم من الراجل ده عامله ايه؟ شايفين يا جماعه البريسنجز دي مع بعضها كده، ده عامل تراس. يعني السيستم ده كله عباره عن تراس خلاص، يعني ايه الجنب ده هو عباره عن التراس، والجنب ده برضه عباره عن التراس، وهو ايه بقى، والجناب دي يعني يمين وشمال، وعنده برضه تاني في النص، كل دول شغالين مع بعض يا جماعه. يعني ده ما بيقعش لتحت ليه، او عنده ديفليكشن مثلا كبير لتحت هنا. ايه اللي شادد السيستم ده كله؟ انه كل تروس ده شغال مع بعضه، وده برضه شغال مع بعضه، وفي فريمنج. يعني لو ركزنا كده دي فريمنج كونكشنز، دي مش مجرد وصله كده عاديه اللي هي مثلا ايه احنا لو تخيلناها كده، دي عمرها ابدا ما هتكون، يعني دي مش هينفع تكون مثلا حاجه ادي مثلا كاميرا داخله مثلا على ايه، على عمود مثلا خلاص. اوكي عندك مثلا عمود وادي كاميرا، دي هو مش هيعملها حاجة مثلا كده وحاطط، سوري مش هيعملها حاجة مثلا بسيطة فيها كام مسمار وخلاص، لا مش هتبقى كده. يعني لو احنا تخيلنا ان هو عامل مثلا حاجة كده، والحاجة دي مثلا فيها مجموعة من المسامير، لا 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 هي مش كده اكيد. الراجل ده اكيد عامل ايه اللي احنا متخيلينه؟ اكيد في ما بين مثلا العمدان والكمر، اكيد في فيكسد كونكشنز، صح كده؟ ومش اي فيكسد كونكشنز كمان، لازم تكون مدروسه فين. بالظبط كده، ايوه. هم مش مجرد ده، مش مجرد كمان حتى كمان كانت ليفرز عاديه، لا ده انت عندك ايه، كل الـ يعني كل السيستم ده شغال مع بعضه في ال 3 دي خلاص. ده لازم يجرد يدرس 3 دي كويس جدا، صح؟ هنا بقى السيكونس الغلطه فيه هتودي في داهيه على طول. ليه؟ لان انت بتتكلم هنا ان الراجل ده عشان يشغل السيستم ده، كانك مثلا بتقول ايه، انا عندي مثلا كانتليفر، ده كده كانتليفر، وده مثلا كده كانتليفر خلاص. يعني انا لو رسمتها كده عندي ايه؟ كاني بقول ان هما مثلا يعني تو كولومز مثلا طالعين من هنا، او كولوم هنا في 3 دي، هما تو كولومز، وده مثلا كده وده كده خلاص. فانا كاني بقول ده كانتليفر وده كانتليفر. هل الموضوع بسيط ان انا اخلي اتنين كانتليفر ريستد على بعض؟ لا مش بسيط خالص، يعني لازم هنا يكون مدروس ومدروس كويس. هل في مبنى يتعمل كده خلاص؟ لا، الموضوع صعب جدا معقد. فانت الحل السهل بالنسبه لك، الحل الاسرع واسرع في التنفيذ ومشاكله وانت تعرف تسيطر عليها وتدرسها كويس، هو الستيل. فده كده ده ميك بروجكت ما يمشيش غير بستيل سولوشن. طيب طبعا الوزن اخف. بتتكلم على اي حاجه بتتعمل ستيل بتبقى لايت ستراكشر،
ايه تاني يا جماعه برضو من الحاجات المشهوره جدا في الستيل ستراكشرز؟ بريدجز، صح، كباري. انا عندي مثلا ايه اهو، مثلا حاجه زي كده، ده كوبري مثلا بيعدي نهر او حاجه زي كده. انا قدرت اعمل كل الفاونديشن خرسانه؟ اه طبعا، اسهل لي ان انا اعمل فاونديشن خرسانه. طبعا، ايه مشكلتها البري ستريسد سلابس؟ عند مرحله معينه مش هتنفع تستخدمها. ممكن تستخدمها طبعا مثلا في الكباري، طبعا استخدمها في الكباري وهايله في الكباري. عندك برضو البوست تنشن سلابس، برضو عظيمه جدا في ان انت تعملها. عندك سبانز كبيره قوي، عادي اعملها بوست تنشن واعمل. وعندك كوبري مثلا كبير، مثلا حاجه و40 متر، وعايز تعملها مثلا بري ستريسد، ممكن تعملها بري ستريسد وتجيبها وتركب على طول. طبعا من الحلول السريعه الكويسه جدا. بس هنا اكيد تقصد ايه؟ تقصد مثلا في بيلدينج، بس انت ما عندكش مشكله تستنى لغايه ما تصب، ولا بتتكلم على هي بري ستريسد، كاميرا بري ستريسد وهتيجي تركب على طول؟ النماذج اللي انا عرضتها مثلا حاجه زي كده، السلاب عادي، ممكن السلاب هنا هتبقى ديكنج، ستيل ديكنج خفيفه خالص، بتبقى حاجه كده صغيره خفيفه، بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن حاجه مثلا كده شبه الكورجيتد شيت شويه، بس بتبقى اقوى منه. وبتتعمل حاجه كده يعني، بتتسلح تسليح خفيف خالص. هنا ممكن تعملها كده، وفي الاخر الخرسانه بتبقى بتتصب حاجه بسيطه كده خلاص، سمكها ممكن كله على بعضه اصلا لا يتعدى ال 20 مللي، ال 200 مللي ولا ايه؟ هنا بقى، ايوه، انا بقى عشان كلمه بتصب في الموقع، ايوه بالظبط كده، هي كويسه وكل حاجه، بس لو انا مستعجل، لو انا عندي مشكله في الوقت، مش هعمل، مش هصب خرسانه في الموقع، مش هلاحق على كده اصلا. يعني معظم يا جماعه البروجكتس مثلا اللي بتتعمل عندنا مثلا دلوقتي، لو انا اتكلم مثلا، طبعا هنا احنا معانا ناس من كل من كذا بلد يعني، بس انا مثلا بدي اكزامبل بسيط على البروجكتس مثلا اللي بتتعمل في مصر. بتتكلم على كباري مهوله، خلاص انت محتاج تغطي الكباري دي في اماكن هتلاقي كتير جدا ستيل. لو عملنا ستيل ليه؟ عندك مثلا تقاطعات، خلاص عندك اماكن، انا مش عايز استنى لغايه ما تتصب، انا عايز حاجه سريعه جدا تركب، خلاص في الحاله دي ستيل. في حاجات تانية انا ما عنديش مشكله ان انا احط خرسانه عادي، خلاص، او انا ما عنديش مشكله ان انا اقفل مثلا المكان واشتغل فيه خرسانه عادي، خلاص. لكن انا مثلا مش عايز اوقف الشوارع خالص، لا، انا ممكن اعملها كلها ستيل، صح؟ انا مش عايز اوقف الشارع، ممكن بالليل انت ممكن مثلا عندك حاجه تركب باكيه مثلا كبيره، هتركب حاجه زي المنظر قصادنا ده، ممكن يقف ان وان داي، صح؟ ما ده بيحصل في يوم واحد، انا ممكن اركب الباكيه دي كلها. والناس اللي اشتغلت السايت عارفين كده كويس، ممكن لو انا معايا المعدات اللي تساعدني على كده والتيم القوي اللي يساعدني على كده، ممكن في يوم واحد في ليله واحده اركب باكيه كامله بتاعت كوبري، صح؟ فانا مثلا لو عندي شغل والشغل ده فيه بريشر شديد وعايز اخلص بسرعه، هعمل كده، هشتغل ستيل بس، خلاص. لكن لو انا ما عنديش مشكله في الوقت، ايه المشكله؟ هات بري ستريسد واعمل بري ستريسد، وشركه بقى مخصوصه للبري ستريسد عشان تشد وهكذا. طبعا البري ستريسد يعني مش اي حد يشتغله، برضه لازم تكون شركه هي بتاعت كده، يعني زي ما في شركات مثلا متخصصه في ان هي تصنع الستيل وان هي تورده وتركبه، برضه في شركات بتاعت بري ستريسد متخصصه في التصنيع والتوريد نفس الكلام، اللي هو مثلا لو كان هيصبها مثلا في مصنع، يعني في بري ستريسد بتتعمل في المصنع، او بتبقى بري كاست اصلا من الاول يعني، بتبقى في مصنع وكل حاجه وليها سيستم وهي بتتعمل بيه، وبتركب بنفس الطريقه شبه قوي الستيل لما بيجي يركب. وفي بقى ان انت عادي بتصب بري ستريسد في السايت عادي. طيب قلنا عندنا بريدج سيستمز، والبريدج سيستمز مثلا انا ممكن اعمل حتى البيرز والابارتمنتس، ممكن اعمل ابارتمنت ستيل وبيرز، ممكن اعمل الكلام ده عادي، بس انا باجي في اماكن معينه انا ممكن اسهل لي ان انا اصب ده خرسانات، انا طالع من تحت فاونديشن خرسانه، فخلاص بصب كل ده خرسانه، واجي على السيستم الايه؟ السوبر ستراكشر واعمله كله ستيل، خلاص اسهل لي؟ ساعات اسهل لي، ساعات اسهل بكتير كمان، اعمل كميه كبيره من الكاميرات كلها معظمها تيبيكال، عندي مثلا كل سبان 40 متر مثلا، خلاص اقدر اغطي ايه؟ طريق كامل مثلا كله ستيل بيمز، عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الجردرز، مثلا كل كوبري من دول
زي ما احنا شايفين مثلا بيكون من 5 كمرات، خلاص 5 كمرات بتغطي عرض الطريق كله، والخمس كمرات دول في ما بينهم بريسنج سيستمز، وخلاص انا كده قدرت اكون ايه الكوبري بتاعي بسيستم انا واثق فيه ومختبره كويس وعامل له اناليسيس وكل حاجه، صح؟ طيب عندي ايه تاني يا جماعه من ضمن الميجا بروجكتس برضو قائمه على الشغل بتاع الستيل؟ حاجه زي كده الاوفر جراوند مترو ستيشنز، صح؟ الاوفر جراوند مترو ستيشنز كلها بتعمل ستيل، خلاص؟ ليه؟ لان انا او الفيتد مترو ستيشنز عامه، ليه يا جماعه؟ انا عندي مثلا عندي ادي مثلا كوبري اهو، ده اللي ماشي عليه القطر، خلاص؟ وليه بقى ليه سيستم بيعلى ويوطى وهكذا، خلاص؟ وعندي انا كده بعمل الفيجن، خلاص؟ بقول ايه؟ انا عندي مثلا ادي العمدان بتاعه السيستم اللي شايل، خلاص؟ وادي الستيشن بتاعتي عباره عن حاجه كده بتتكرر، مجموعه من الفريمز بتتكرر، خلاص؟ زي ايه؟ زي منظر رسم، زي المنظر اللي في الصوره دي، ادي فريم والفريم اللي بعده والفريم اللي بتاعه لونهم اورنج اهو، خلاص؟ السيستم ده هو مجموعه بتتكرر، بس المجموعه اللي بتتكرر دي حاجه كده شبه الراكت فريم، شبه الراكت، يعني زي المضرب بتاع الراكت، خلاص؟ وبتتكرر على سبيسنج معين، وليها سيستم شايلها. السيستم بقى اللي شايلها ده خرسانه ستيل، دي قصه ثانيه، خلاص؟ فانا مثلا عندي حاجه اهو سيستم زي كده، انا ما اقدرش اعمل ميجا بروجكت زي ده من غير ما يكون عندي ايه يا جماعه؟ ستيل سيستمز مدروسه ومنفذه بطريقه سليمه، صح؟ ايه تاني؟ اقدر استخدمه في التانلينج؟ طب دي هل حد يا جماعه نفذ سيستم تانل قبل كده بالستيل؟ يعني هل حد عارف الفكره دي او نفذها او حاجه كده؟ او درسها حتى ستادي او تندر او اي حاجه؟ اللي احنا شايفينه قصادنا ده يا جماعه عباره عن زي السيجمنتس كده او مجموعه من البيمز بتعمل ايه؟ بتعمل سند للتانل لو كانت تانل ستيل. ازاي تانل يكون ستيل؟ مش تانل دي عباره عن حاجه بتتحفر مثلا بمكنه التي بي ام او كده، لا، ممكن التانل ده يكون ستيل. يعني ازاي؟ شايفين السيستم ده كده؟ عباره عن سيستم بيتغطى، شايفين دي انكور زي داخله. السيستم ده يا جماعه عباره عن ايه؟ تعالوا كده، عباره عن ايه؟ تخيل انت عندك حاجه ارشد كده، خلاص؟ عارفين ارش عادي اللي كنا بنحله في الاستراكشر، حاجه كده، هو ده نفس السيستم بالظبط، بس ده دي كاميرا ستيل عاديه، يعني دي ستيل بيم، خلاص؟ طب واللي فوقيه ده ايه يا جماعه؟ حاجه زي الكورجيتد شيت كده. الشيت ده لو انت مثلا عندك وزن سويل كبير، تخيل ده كده مدفون اهو، ده تحت مثلا دي كلها سويل، خلاص؟ دي كده ايه؟ سويل، خلاص؟ اي دي كده سويل، وده تحت اهو، تحت السويل. هنا بقى انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل حركه مثلا بتاعت عربيات مثلا، خلاص؟ او حركه بتاعت بني ادمين، خلاص؟ فين جوه التانل ده؟ يعني انا لو عندي تانلز مثلا، ادي مثلا ده عباره عن ايه؟ ادي بيم اهي، والبيم وراها بتبقى المسافه ما بينهم مش كبيره، المسافه دي ما بتكونش كبيره، خلاص؟ ده مثلا حاجه مثلا ايه 2 3 متر مثلا، خلاص؟ وبتتكرر كتير. اقدر اعمل بيها ايه؟ اقدر اعمل بيها سيستم لتانلينج، خلاص؟ ده سيستم لتانلينج، والسيستم ده ساعات بيحطوا فيه انكورز بتزرع. ازاي بقى الانكورز دي؟ بتلاقي الانكورز دي حاطينها زرعينها جوه السويل، بس طبعا ما بتبقاش داخله قوي كده جوه، حاجه عامله كده داخله جوه السويل، بتخلي السيستم ده ماسك في السويل وما يحصلش انهيار، التربه دي ما تنهارش على الايه؟ التانل ده، خلاص؟ السيستم ده مش منتشر قوي، بس انت بتقدر تستخدمه لو انت عايز تعمل تانل بسرعه جدا، خلاص؟ طب ايه الطرق البديله عن كده؟ ما مثلا باجي اعمل تانل بعمل ايه؟ بتعمله بمكنه تي بي ام، صح؟ مكنه مثلا بتاعت التي بي ام اللي هي سوري التي بي ام اللي هي التانل بولينج ماشين، خلاص؟ ودي بتبقى عباره عن ايه؟ دي مكلفه جدا، صح كده؟ ومش اي حد بيشتغل عليها، ومحتاجه شركات متخصصه، وصعبه قوي، صح؟ وتكلفه اصلا السيجمنتس اللي بتركب بتاعتها غاليه جدا، ولازم تبقى بريكاست وتتجاب وتركب، وقصه كبيره قوي، صح؟
لكن لو انا مثلا مستعجل قوي بعمل تانل صغير من مكان لمكان لتصريف مثلا او حاجه زي كده، او شغل ميلتري او حاجه، لا لازم اعمله بحاجه بطريقه زي دي، صح؟ دي استخدام جوه الميجا بروجكتس بتاعت التانلز بالستيل، صح؟ ايه تاني؟ حاجه بقى مهمه جدا ومستخدمه تقريبا في معظم المشاريع، وبالذات كمان لما تكون المشاريع كبيره، الجزء بتاع الديب اكسكافيشن سيستمز والاندر جراوند مترو ستيشنز، الاثنين متصلين قوي ببعض. ليه؟ لان انا يا جماعه لو عندي بيلدنج كله تحت الارض او معظمه او فاونديشن عميقه قوي، ومحتاج ان انا اعمل لها ايه يعني حاجه مثلا دايفرام وولز او سيكنت بايل وولز، او عندي مثلا سيستم هعمله عشان اعمل مثلا قواعد بتاعه كوبري بس اعملها مثلا في وسط الميه، خلاص هعمل سيستم زي ده ازاي يا جماعه؟ الموضوع بسيط، خلاص باجي اعمل ايه؟ مثلا نفترض ان انا عندي اريا، الاريا دي مثلا حاجه كبيره، حاجه ريكتانجلر كبيره كده مثلا، والاريا دي عندي ليها طول وليها ايه؟ عرض، خلاص؟ فالاريا دي نفترض ان انا هحفر الاريا دي كلها بعمق كبير، يعني مثلا هي مديك اكزامبل 15 متر. 15 متر ده مش كبير قوي، مثلا ادي على بعد 2 متر حطيت هوريزونتال استرات، على بعد 6 متر بعد كده حطيت هوريزونتال استرات، وهكذا بحط في كل سيستم كل ستيج هوريزونتال استرات. طب نفترض ان انا عندي حاجه اعمق من كده بكتير، يعني نفترض مثلا اللي كان العمق اللي هيتحفر ده مثلا حاجه و70 متر، 74 متر او اي حاجه. السيستم ده يا جماعه مش سيستم بسيط، والستراتس اللي بتتحط عشان تسنده مش حاجه اللي هو ايه، ما ينفعش احط قطعات صغيره، ولازم يدرس كويس جدا السيكونس بتاعه، عشان لو ما حصلش دراسه كويسه لامتى وفين الحاجات دي هتركب، الاستراس دي هتركب، الجنب ده كله هيهيل، يعني الجنب ده كله ممكن ينهار في لحظه، خلاص. طب تعالوا نشوف كده، لو انا عندي سيستم زي حاجه زي كده مثلا، نفترض ان انا عندي الاكزامبل البسيط بتاعها، عندي مثلا قواعد هتركب هنا، قواعد مثلا بتاعت كوبري، والقواعد بتاعت الكوبري دي محتاج ان انا احط حواليها شيت بايل وول، خلاص. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه بالمنظر ده، شايفين يا جماعه الشكل الكوريجيتد ده اللي طالع ونازل ده، ده شيت بايل وول، خلاص. وايه يا جماعه اللي محطوطين دول اللي لونهم اخضر دول؟ دول عباره عن مجموعه من الاستراتس، خلاص. وايه اللي في الجنب ده؟ دي حاجه اسمها وولر بيم، خلاص. حد يا جماعه عمل سيستم زي ده قبل كده؟ ده بيتعمل لسند جوانب الحفر العميق، خلاص. يعني انا مثلا بمسك سيستم بسيط زي ده كده، احله على برنامج مثلا زي الساب، وابدا اعمل اشوف مثلا عندي فورسز، عندي ايه؟ ادي السويل في الجنب اهو. لو انت كلنا عارفين يا جماعه ان انا لو انا بحفر مثلا حاجه، عندي في الجنب كده الضغط بتاع السويل، صح كده؟ وعندي ايه برضو تاني؟ مثلث تاني بتاع ايه غير ضغط السويل؟ عندي مثلث ايه تاني يا جماعه؟ ضغط برضو من الجنب، عندي من الجنب بيبقى فيه ضغط الووتر، الجراوند ووتر تيبل، نفترض مثلا الجراوند ووتر تيبل هنا، صح؟ عندنا ايه؟ ضغط بتاع الميه والضغط بتاع السويل، خلاص. بيحسب عند كل نقطه من النقط دي اشوف الفورسز اللي جايه لي قد ايه. يبقى انا كل ما بزود الحفر يا جماعه كل ما بيبقى في فورسز اكتر، يعني تحت ده يبقى محتاج ان انا عندي سيستم يكون قوي جدا ماسك ايه؟ الحفر هنا. طب السيستم دي كلها يا جماعه هل ينفع اعملها خرسانه؟ يعني افترض ان انا حطيت هنا ايه؟ شيت باين وول. شيت باين وول ده بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه كده شبه الصاج بس قويه شويه، ميتال برضه، ستيل برضه، خلاص. وجيت حطيتها في الجنب هنا وعايز اسندها، ينفع اعملها خرسانه؟ مش هعرف. ليه؟ لان الخرسانه هنا حاجه بيرمننت، حاجه هتتصب وتتساب مصبوبه، خلاص. لكن انا مش هينفع الموضوع ده هنا، انا عندي فوق سيرت شارج وضغط كبير جدا، والاجزاء اللي في الجنب دي كلها بتبقى عايزه تنهار، يعني كل اللي في الجنب ده الويدجز دي كلها
تبقى وزنها كبير قوي عليا وعايزه ايه تنهار كده وعايزه تنهار كده خلاص، وعندي بقى ضغط كبير بتاع الميه. فكل ده بعمل بقى اجي اقول ايه، هحفر اول جزء واحط استرس، واحفر الجزء اللي بعده واحط استرس، وهكذا خلاص. طيب تعالوا نبص كده ايه تاني اس زيه نفس السيستم شبهه كده بيتعمل امتى؟ لما يكون عندي ريتيننج وول. الريتيننج وولز يا جماعه الكبيره بتبقى حاجه مثلا زي كده، شايفين السيستم ده؟ حد عارف ده اسمه ايه؟ حد عارف السيستم ده اسمه ايه بتاع الريتيننج وول ده؟ يبقى عندي كده خوازيق، شايفينهم دول؟ الاثنين مختلفين عن بعض ومتقاطعين في بعض، حد عارف دول اسمهم ايه؟ سيكنت، صح كده مظبوط، سيكنت باي رولز. السيكنت باي دول يا جماعه عباره عن ايه؟ عن مجموعه من الخوازيق مختلفين عن بعض، واحد رينفورسمنت واحد رينفورسد والتاني لا، خلاص؟ وبيقطعوا بعض، اللي فيه تسليح بيقطع التاني اللي مش متسلح، خلاص؟ وبعدين بيبقى فيه سند للجنب ده، انا عايز اسند الجنب ده، فبعمل حاجه هنا يا جماعه بالطول كده، ماسكه كل الجنب ده، بتبقى عباره عن ايه؟ حاجه اسمها وولر بيم. خلاص وولر بيم، الولر بيم دي يا جماعه بتكون ايه؟ بتبقى عباره عن مجموعه من الاي سيكشنز. يعني لو قطعت كده هنا وبصيت كده، قطعت عملت سيكشن كده وقطعت، بتبقى اي بيم مثلا كده، وتحتيها اي بيم ثانيه مثلا، وتحتيها اي بيم ثالثه. خلاص دول كده الثلاثه اللي ايه فوق بعض، والثلاثه بيقوموا مع بعض كل المومنتس اللي جايه. فلما انا مثلت الكلام ده هنا، فانا بقول ان هم عباره عن حاجه زي السبرينج. خلاص بحل السيستم ده، وعن طريقه بقدر احدد كل الفورسز اللي جايه. الشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده حاجه شبه كده للتشيكن ليج كده، دي بتبقى محطوطه اهي، شايفينها يا جماعه؟ محطوطه كده في الجنب عشان تسند كل الخوازيق مكان فاضي يحصل فيه ايه؟ حركه للخوازيق، صح؟ وفي نفس الوقت انا عامل سيستم كده، ده هوريزونتال الكلام ده، ده بلان يا جماعه، ده كده بلان، خلاص المنظر ده. فالبلان ده انا عامل حاجه زي التراس بس هوريزونتال، فكل الفورسز اللي جايه لي تقدر تتحول جوه الممبرز دي، واقدر اسند بيها الحفر ده مهما كان العمق بتاعه، خلاص؟ طيب السيستم ده انا بستخدمه برضه تاني في ايه؟ شايفين مثلا حاجه زي المنظر اللي قصادنا ده؟ دي قطعه ارض عملاقه، خلاص؟ وقطعه ارض كبيره قوي دي انا بحفرها اهو، والان لاحسن الجنب ده يهيل. ليه؟ لان انا عندي مباني كتير قوي حواليها، خلاص؟ المباني الكبيره اللي حواليها دي بتعمل ايه؟ بتضغط على اللجنات دي كلها بتاعت الريتيننج وولز، وعايز تجيبها على جنبها كده، خلاص؟ فمن كتر ما هي ضخمه يا جماعه، شايفين تحت دي عربيه، خلاص؟ فانت حاسين قد ايه الموضوع ده ضخم؟ فكل الجناب كل اللي في الجنب ده أداء مثلا ممكن اقدر اعتمد على وولر بيم خرسانه، مفيش مشكله، بس الاستراس نفسها لازم تكون ايه؟ ستيل بايبس، عاده بتكون ستيل بايبس، تمام؟ ايه تاني برضه سيستم بيتعمل كده؟ شايفين المنظر ده يا جماعه؟ ده عباره عن برضه سيستم لسند جوانب الحفر. بيتعمل في ايه برضه السيستم ده؟ ممكن يتعمل في الاندر جراوند مترو ستيشنز، خلاص؟ وهي لسه بتتبني، بيتعمل فيها كده، خلاص؟ بعمل ايه؟ زي نفس الرسمه اللي كانت موجوده هنا دي. بقدر بحفر الليفل الاولاني، انزل العربيات هنا تحفر، اركب الستيل سيستم بتاعي، خلاص؟ وبعدين اجي بعديه بعد ما الستيل سيستم ده اتحط، اقدر احط هنا ايه؟ كونكريت سلاب. يبقى انا ما بحطش كونكريت سلاب بتاعتي الاول، لا، ده انا بحط الاول ستيل سيستم، وبعد ما الكونكريت سلاب تبقى في الوركينج ستيج بتاعتها تشتغل خلاص، اقدر بعد كده اشيل الاستراتنج سيستم بتاعي، خلاص؟ وده بكرره في كل الستيجز وانا بعمل مثلا ايه؟ الخزانات اللي مدفونه تحت الارض، او المحطات اللي بتبقى تحت الارض، خلاص؟ ده سيكونس متعارف عليه جدا. زي ما انا شايف قصادي اهو، شايفين؟ ده معمول مثلا في مترو روما، خلاص؟ شايفين المنظر قصادنا ده؟ ده مثلا شافت كبيره، دي بتبقى شافت، والشافت دي بيدخل منها مكنه الحفر، خلاص؟ فالشافت الكبيره دي شايفين السيستم اللي هو عامله؟ شايفين عامل سيستم ايه؟ عامل سيستم عباره عن كومباوند سيكشنز ستيل، هي اللي ماسكه السيستم كله. انا هنا بقى بستخدم الستيل مش عشان اعمل مبنى، لا، ده عشان احل مشاكل البيلدنج بتاعي اللي انا بعمله، خلاص؟ يبقى انا مش شرط يكون هو الرول الاساسي عشان المبنى يقوم، لا، بس هو اللي بيعمل كل الشغل التمبري.
كل الشغل المؤقت لازم يتعمل بايه؟ بستيل ستراكشر. خلاص برضه نفس الكلام في نيويورك، السيستم اللي معمول ده كله، ده عندك مثلا دقه فوق اهو شبكه تسليح ومش عارف ايه، كل السيستم اللي معمول وراه ده اللي عشان يمسكه ده سيستم ستيل. خلاص ده كان في نيويورك سب واي. انا النهارده كده خلصت الكلام اللي كنت عايز اقوله يعني، بس عايز بقى اسمع انتوا اسئلتكم يعني. عايز انا ما حسيتش ان طبعا الكتريك تاورز طبعا ايوه منتشره جدا، وده شغل لوحده يعني. عايز اقول لكم ان في شركات او مكاتب كلها قايمه على موضوع الالكتريك تاورز ده بس، وابراج الكهرباء برضه نفس الموضوع. من السيستمز اللي بتبقى يعني تيبيكال سيستمز وبتتكرر وليها شغل، بتتعمل على برنامج ريزا او ساب، وفي نفس الوقت طبعا كادنج وتكلا، سواء الناس بتستخدم مثلا تكلا فور شوب دروينج او كده، تبقى حتى متعرف عليها، حتى قطاعاتها معروفه، وبتعمل لها من حين لاخر لازم يتعمل لها صيانات، وليها شغل كتير جدا موضوع الالكتريك تاورز ده يعني. واو مات ستوري جراج طبعا، اللي مثلا سواء انت عندك سيستمز بتتعمل لجراشات. ايوه صح طبعا. ايه تاني يا جماعه من الحاجات اللي انتوا نفذتوها قبل كده، والحاجات اللي انتوا صممتوها قبل كده؟ حاجات بقى عايز اعرف بقى، حاجات انتوا نفسكم عملتوها قبل كده، حاجات استخدمتوا فيها تمبري سيستمز ستيل، حاجات انتوا عملتوها بنفسكم كانت بيلدينجز كلها كلها ستيل مثلا. تقدر تبعته هنا، انا شايف حد بيقول لي طبعا. البايب براكس والبلا طبعا. باي براكس حتى عايز اقول لك بتستخدم في حاجات يعني، انت ممكن مثلا في المشاريع مصانع الاسمنت كلها مليانه باي براكس، الحاجات بتاعت الاويل اند جاز مليانه باي براكس، حاجات شغل الاوف شور كله بلاتفورمز وباي براكس كلها ستيل، ما ينفعش تعمل غير ستيل. المصانع بتاعت ايوه طبعا، دي من الحاجات الكبيره، ان لازم كل الحاجات بتاعت البلاك ساند اللي بتتعمل حاليا في مصر الجديده، في مصر كلها معموله ستيل. ف زي ما اتكلمنا في السيشن دي يا جماعه، ده كان الهدف بتاعها، ان احنا الفكره الناس واخداها عن ان انت لو انا بشتغل في المجال بتاع الستيل، ان انا قاعد بعمل المبنى اللي هو اللي شكله 8 ده، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. هو داخل في كل الميجا بروجكتس يعني، اي حاجه من الحاجات المشاريع الكبيره دي موجود فيها الستيل وموجود بقوه، وكل مشروع من دول لازم يكون فيه تيم ستيل كويس، ناس تكون فاهمه كويس قوي ديزاين وفاهمه سيكونس ويكونوا عارفين ازاي هينفذوه. ولازم ساعتها السايت انجينير ده ما يبقاش مجرد ان هو خد رسمه وراح نفذها، لا لازم يكون فاهم كويس قوي بيعمل ايه، السيستم شغاله ازاي. مش عايز اعرف بقى لو انتوا عندكم اسئله يعني، انا مستني اسئله كتير. اعتقد انتوا لو بتقولوا يعني بتعملوا ريز هاند، واي حد عايز يسال يقدر يعمل ريز هاند ويسال، حتى ممكن تكون مش شرط تكون ليها علاقه بالسيشن يعني، اقصد لو انتوا عندكم مثلا حاجه حد كان ايوه ايه هي الحقيقات المهمه في مهندس ستيل في الموقع. لازم يكون يعني، انا لو حد مثلا شغال ستيل سايت انجينير او بيعمل اريكشن او كده، لازم يكون فاهم الدروينجز يعني، لازم يكون بيعرف يقرا دروينجز كويس قوي، لازم زي ما قلنا يكون بيعرف يحط ميثود
اوف ستيتمنت كويسه، لو محتاج يقدم دوكيومنت، لان في شركات يا جماعه، شركات كبيره بيكون فيها ميثود ديبارتمنت، خلاص في شركات تانية لا ما فيهاش الموضوع ده. فمهندس السايت هو اللي بيقوم بدور الميثود، وهو اللي بيقوم بدور التنفيذ، خلاص بيعمل الحاجتين خلاص. فلازم يكون عنده الحته التكنيكال دي قويه، مش مجرد ان هو بياخد حاجه ويحاول ينفذها في السايت، لا لازم يكون عنده جزء الاناليسيس كمان كويس. ليه؟ لان هو في الحاله دي لازم يعمل اناليسيس ديورنج كونستراكشن، واللي مش شرط يكون معمول في الديزاين. يعني طبعا ديزاينر الشاطر لازم يكون عامل كده خلاص، بس نفترض ان الحاجه دي جايه مثلا من كونسلتنت، هو ما بيعملش، بيعمل بس بريليمينري بس، فبيعمل مش ديتيلد ديزاين قوي يعني. ففي الحاله دي لا، لازم الراجل بتاع السايت ده يكون فاهم كويس سيكونس، يعرف يعمل ميثود دوكيمنت كويسه، سواء كانت دروينجز او كالكوليشنز، يقدر يكون فاهم السيستم بتاعه، ولو طلب منه طبعا ان هو يقدم الحاجات دي دوكيمنت، دي يقدر يعملها دوكيمنت كويس. لازم يكون فاهم مثلا برامج اناليسيس زي الساب وغيره، لازم يكون فاهم ازاي بيرسم كويس، يعني لازم يكون مثلا بيقدر يقدم دروينجز كويسه ان هو يقدم الدوكيمنتس دي، حتى لو كانت انترنالي. دي اللي بتميز بقى سايت انجينير فاهم من سايت انجينير تاني مش فاهم. برضو نفس الكلام لما بيجي له دروينجز بتاعه الاريكشن، لازم ما يحتاجش يسال كتير. يعني هو لو هو راجل فاهم كويس، عرف يقرا الدروينج كويس، مش هيحتاج يبعت ريكويست فور انفورميشنز كتير، صح؟ هياخدها وينفذها على طول. هو راجل فاهم كويس، بيعرف يقرا كويس اللوحه بتاعه الاسمبلز مثلا. وطبعا لو هو حد كان اشتغل قبل كده مثلا شوب دروينج، فعارف يعني ايه اسمبلي كويس، وعارف دي بتركب ازاي وفين، فبالنسبه له خلاص شاف كتير قبل كده فيعرف يعملها. ودي انا بشوفها على فكره، انت لو مثلا حاجه اول مره تعملها، شوف ليها فيديوز قبل ما تعملها. يعني مثلا، ودي مش حاجه عيب خالص على فكره، لو في ناس بيقول لك لا انا لازم اشوف فيديو عشان اعرف ازاي اركب الحاجه بتاعتي، في حاجات على فكره مش منتشره، حاجه زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي مش منتشره قوي. حاجه زي مثلا ايه، عارفين ال الصوامع مثلا بتاعه الحبوب، دي مش من الحاجات البسيطه، ويعني تشوفها بتتعمل تقول الله دي سهله، بس هي مثلا بيلدينج ما بيتعملش بشكل بسيط. التوب مثلا الروف بيتعمل الاول، وبعدين بيطلع اللي بعديه واللي بعديه. ف ايوه عايز كتاب يكون كتاب ستيل، تقصد ديزاين ولا ديتيل؟ في كتابين احط لكم، ممكن احط لكم كتابين على الجروب، في كتابين كويسين، واحد للستيل ديزاينر وواحد للستيل ديتيلر، مفيدين جدا يعني، تقدروا تبصوا فيهم، فيهم مغطيين اجزاء كتير جدا ممكن تحتاجوها يعني. بكره بس يعني ممكن تشيك بس مع الناس بتوع انجينيرنج تراكس ان هم خلاص هيبداوا بكره يعني. انا عارف ان احنا المفروض هنبدا بكره، بس تشيك ان هم خلاص، ان هم خلاص هيبداوا بكره يعني. انا ممكن يكون لسه محتاجين يستنوا مثلا الاسبوع اللي بعده، بس المفروض ان احنا بكره ان شاء الله. ايوه انا شايف معظم الحاجات. في فيديوز كتير جدا يعني، في فيديوز كتير جدا على اليوتيوب فيها سيكونس اوف، لو انت بس بتتكلم على سيكونس، في فيديوز كتير جدا فيها سيكونس ومحترمه يعني، الحاجات بتركب ومفيده جدا يعني. اختبارات الموقع تقصد كايه بقى؟ تقصد اختبارات موقع يعني، تقصد بيه اختبارات الموقع؟ ماتيريال انسبكشن دي بيعملها الراجل بتاع الكواليتي، ودي ما بتتعملش في الموقع نفسه، دي بتتعمل في الورشه. يعني مثلا عندي لحام، مثلا اللحام ده عشان اقول ان اللحام ده تمام، ده لازم اللي يعمله الراجل بتاع الكواليتي ماتيريال انسبكشن في الورشه مش في السايت، لان احنا مش زي الخرسانه، انا مش هصب
وبعدين استنى مثلا ان هي خرسانه تشك وبعدين اعمل مثلا، لا مفيش كده. فالاختبارات عاده بالنسبه للستيل مفيش اختبار مثلا تنشن تنسايل مثلا بيحصل في السايت، ده بيحصل في ورشه، بيحصل في المعمل تبع الورشه. يعني ايه وحدات الوحدات المترية؟ تقصد بيها ايه؟ ليها حل ازاي؟ اليونتس يعني؟ يعني ايه هي المشكلة اللي فيها؟ فاحنا ندور لها على حل. البص الموضوع مش برامج بس، يعني يعني مثلا انت ممكن تبقى عارف ساب كويس، مثلا ساب عادي لكل الناس عارفاه، بس عارف تستخدمه ازاي في الستيل خلاص، ومثلا برنامج زي اي دي ستاتيكا الكونكشنز، وطبعا كادنج او تكلا، تكلا مهم جدا عشان الشوب دروينج. دول البرامج الاساسيه اللي انت لازم تكون عارفها. بعد كده انت عايز تتعلم حاجات تانية، اه اتعلم حاجات تانية بس، وطبعا انت لازم طبعا تكون فاهم مانيوال كويس، يعني مانيوال ده اهم من البرامج. انت لو فاهم مانيوال كويس البرنامج ده انت بتتعلمه عشان تعرف تعمل بيه الحاجات اللي انت عارفها مانيوال خلاص. فانت مثلا بقول لك ساب، فانت الساب ده عشان انت بتعرف تعمل اصلا ستراكشر اناليسيس عادي، والساب بتعمله عشان انت الحاجه كومبليكيتد فانت عملتها على الساب خلاص. دي نقطة. الاي دي ستاتيكا انت لازم تكون بتعرف اصلا تصمم كونكشن في العادي، وبعدين تعمل على الاي دي ستاتيكا عشان هي مثلا فيها لود كيسز كتير. فاجابة السؤال ده ان انت ممكن تستخدم ساب واي دي ستاتيكا للاناليسيس بتاعت الممبرز والكونكشنز خلاص، وتكلا للشوب دروينج خلاص، وهيلتي للحاجات اللي هي داخلة مع خرسانة مثلا. خلاص عرفت تستخدم دول، انت كده مؤهل ان انت تقدر تشتغل في الستيل، بس لازم تكون فاهم فعلا مانيوال. تمام، ده كده الاجابه بتاع سؤالك ده. اختبارات الورشه عندك في ماتيريال انسبكشن بتاع مثلا الحماية خلاص، وعندك لو انت مثلا بتعمل اختبار للماتيريال اصلا في الاول خالص، يعني بقول مثلا الستيل ده هل هو ممكن الستيل على فكره يبقى فيلد، خلي بالك يعني مش دايما بيقول خلاص انا مشتري ستيل مثلا خلاص انا متاكد ان هو يبقى سيف، لا لازم بيتاخد عينه وبيختبروها في معامل، مثلا لو كان تبع مثلا كليه او معامل تبع شركه كبيره تكون معتمده مثلا من الحكومات، بتكون بيعمل بيطلع لك تقرير يقول ان العينه بتاعته نجحت او لا. ممكن لو العينه سقطت ما ينفعش تستخدم الماتيريال دي عندك في الايه؟ في السايت خلاص، ما ينفعش تستخدمها اصلا في الورشه. اللحامات بيتعمل عندك حاجه زي الالتراسونيك، الالتراسونيك عشان لو في شوائب جوه اللحام، يعني احيانا بيبقى اللحام مثلا في فويدز نتيجه الهواء، في فويدز بتخش جوه في بابل، اللحام ما بيكونش شغال بشكل كويس، بيعملوا له تيست. لو انا عامل مثلا فول بنتريشن جروف ويلد، لا لازم اعمل له تيست اتاكد ان هو سليم. فدي من ضمن الاختبارات اللي بتحصل في الورشه. تمام، ودي بيقوم بيها الراجل بتاع الكواليتي، يعني هو اللي بيقدر يقول انا محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا. وخلي بالك برضو على حسب السبيكس بتاعت البروجكت، احيانا في بروجكتس ما بيبقاش طالب كل الاختبارات، وفي بروجكتس كبيره لا بيبقى طالب كل حاجه. مترك يونتس انا مش شايف فيها مشكله، ما هي يعني ايه المشكله في المترك يونتس؟ اختبارات لحام. قصدك في الكود الامريكي، يعني انت المشكله عندك في الكود الامريكي ان هو بينش في مترك في اكزامبلز. يعني بص عشان برضو الحل بتاع الحته دي كده، في سولفت اكزامبلز محلوله مترك، يعني في كنت شفت قبل كده حاجه بس كان اوروبي، كان في حاجات معموله انش وحاجات معموله مترك، عشان في ناس احنا مثلا انا مش من الناس مثلا اللي هو بشوف الحاجه بالانش فبستوعبها، لا بحتاج ان انا احولها، وده متعارف عليه ان انت بتعود قوي على المتريك فبالنسبه لك التاني انت محتاج ايه؟
كتير من سكن حاجة ولا تدي نفس النتيجة اللي بنصمم عليها. اه في الاخر انت وانت بتصمم انت مش بتخش في تفاصيل موضوع سلك اللحام ده، يعني لو انا بصمم ما بقولوش استخدم سلك اللحام كذا، وانا بصمم بقول له طلع لي سمك كذا وطول كذا، ماليش دعوه استخدم سلك اللحام ايه. ساعتها بقى بيتعمل عليه اختبار، وساعتها لو سلك اللحام ده بقى كان فيه مشكله، كان مضروب يعني، ولا هو جايب اي حاجه، في الحاله دي هو مضطر يعيده تاني، مضطر يعيد اللحام ده تاني. تمام. ان شاء الله انا كده موجود على جروب الواتساب، لو في حد حاب يسأل تاني. الفري سيشن بتاعتنا النهارده وقتها خلص، بس احنا موجودين طول الوقت زي ما قلت لكم على جروب الواتساب، تقدروا تسألوا في اي وقت، ولو انتم متحمسين ان انتم تجوين الراوند ان شاء الله اللي هتبدأ في الاسبوع اللي جاي ده، ممكن بكره او في خلال الاسبوع يعني هتبدأ راوند جديده، تقدروا تجوين في اي وقت. انا شايف حد بيسأل حاجه ثانيه. ايوه هنا انت عشان ايه هي الحاجات اللي انت محتاج تعرفها؟ محتاج ان انت تكون عارف كادنج كويس جدا، تقدر تعمل كادنج اوتوكاد كويس. لو انت بقى متحمس للفكره بتاعت الفور دي، او انت عايز تعمل الموضوع بالفور دي، تقدر تستخدم النيفيز ووركس عشان تتاكد ان كل الشغل بتاع الاريكشن بتاعك ما فيهوش مشاكل. نيفيز ووركس تعمل سيكونس للحاجه بتاعتك عليها، تعمله بالتفصيل وتتاكد ان ما عندكش اي مشاكل خالص. عايز تعملها بالطريقه العاديه ان انت تعملها ايه، تعملها بالاوتوكاد عادي، ويبقى كادنج اهم حاجه. ممكن لو في حاجات مش معمول لك، مش متقدم لك ليها حسابات وبتتعمل، لازم تحلها. هتحلها ازاي؟ بالساب عادي، ممكن تحلها بالساب. ممكن لو في مثلا عندك وصلات معينه زي ايه، احيانا يا جماعه بيبقى عندنا ايه، مثلا كاميرا مثلا كبيره، كاميرا كبيره قوي بتتشال، فبيتعمل لها ايه، بيتعمل حاجه كده فوقيها كده، والحاجه دي مثلا بتتشال منها، اسمها ليفتنج لوجز خلاص. وبتيجي مثلا هنا انت تعمل ايه، تستخدم مثلا وايرز خلاص. فانت لازم تكون بتعرف تصمم الحاجات دي، يعني سواء كنت هتعملها بقى مثلا الديزاين بتاع الكلام ده، ليفتنج فريم صح كده، حاجه زي كده انت لازم تكون بتعرف تصممها، تصممها على الاكسل، تصممها على الـ على الاي دي ستاتيكا، تصممها على اي برنامج خلاص. في الحاله دي برنامج بتاع كونكشنز عادي خلاص، لازم تكون بتعرف تصمم حاجه زي كده لو انت اللي بتعمل الليفتنج فريمز يعني، او سبيسر، في حاجه اسمها سبيسر بيم برضو، بتبقى شايله مجموعه من الحاجات وبتتعمل بليفتنج لوجز بنفس الطريقه تقريبا. فدي من الحاجات اللي انت لازم تكون عارف ان هي برضو ايه، اللي هم الايديا ستاتيكا للكونكشنز، ومثلا ساب للاناليسيس، وكاد لو انت اللي هترسم السيكونس، كاد او تكلا. ولو انت بقى اللي بتعمل كمان البلاننج وعايز تعمل سيكونس على النيفيز، النيفيز ووركس من البرامج الكويسه جدا ان انت تعمل عليه ايه، سيكونس كامل. لو انت معاك البلان اوريدي، ممكن تحط البلان بتاعت البريمافيرا جواه وتعمل سيكونس كامل بيه، وتحط الكرينز بتاعتك وكل حاجه، تطلع حاجه عظيمه جدا في الاخر. بس لازم تكون متقنه بطريقه كويسه يعني. تمام. اوكي. زي ما قلت لكم، انا موجود طول الوقت على الجروب بتاع الواتساب لو انتوا عايزين تسالوا اي حاجه، ولو حابين تجوينوا في الراوند بتاعتنا تقدروا تجوينوا. حتى لو انتوا ما دخلتوش الراوند وعندكم اسئله تقدروا تسالوا في اي وقت عادي. وتشرفت بمعرفتكم، واتمنى ان انا اشوفكم تاني ان شاء الله. صباح على خير يا جماعه. حد بيسأل على حاجة؟ العفو، العفو عليك. أشوفكم على خير إن شاء الله.